صليت على النبي. استكمال الفيديو السابق لحد ما وصلنا، كنا بنقول الفئات موجودة عندك، التكرار موجود عندك، الصاعد أول حاجة بنبدأ في الأربعة، قلنا ما بنبدأ في الصفر لأنه مش هتلزمني في إشي. الأربعة بعدين الأربعة أضف لها 8 صارت 12، بعدين الأربعة والثمانية والخمسطعش صارت 27، بعدين الأربعة والثمانية والخمسطعش أضفنا لها كمان 13 صارت 40، بعدين اجمعهن كلهن أربعة والثمانية وخمسطعش وثلاثطعش وعشرة، فنهيت أنت في المجموع، لأنه دائما في الصاعد بننهي في المجموع. طب صليت على النبي. الآن قبل ما أبدأ حل فيها أنا خطوة مهمة جدا، على أي فترة بدي أشتغل؟ على أي واحد بدي أشتغل، على هذه ولا على هذه ولا على مزاجك؟ لا مش على مزاجك، بدك تشتغل حسب القانون هذا. مجموع التكرارات على اثنين، مجموع التكرارات هي 50، 50 على اثنين بطلع 25، 50 على اثنين بطلع 25، هذا قانون عشان أشتغل أعرف على أي فترة بدي أشتغل. ال 25 وين موجودة هنا في الصاعد؟ موجودة في الأربعة ولا في الـ12 ولا في الـ27 ولا في الـ40 ولا في الـ50؟ واحد حيقول لي وكلامه صح، موجودة في الـ27 وفي الـ40 وفي الـ50. بقول لك أقرب وحدة وانت نازل نزول، يعني أنا نازل نزول، مين أقرب وحدة هتكون جواها الـ25؟ هيها. فبأشر على هذه كلها هيك بقوس وبقول شغلي حيكون هنا وهنا وهنا، خلصنا منه. يبقى أنا حعرف على أي واحدة هشتغل فيهن بناء على اللي بقول لك عنه، أيوة بناء على الكلام هذا، إنه أنت شغال على الخطوة هذه، إنه على أي فئة بدي أشتغل مش على مزاجي، لا بناء على القانون. مجموع التكرارات على اثنين اللي هو أصلا موجود في القانون، فمجموع التكرارات على اثنين، مجموع التكرارات 50 على اثنين 25، وين أقرب إشي لـ25 وأنا نازل؟ الـ27. صح الـ40 جواها 25، بس الـ27 أقرب لها فوق، لأنه أقرب لها من فوق وأنا نازل، فباخذ أول رقم بكون جواه الـ25. الأم تشتغل على القانون، أم بتساوي الـ، لو رجعت لقبل شوي اللي حكينا فيه اللي هو الحد الأدنى، هي الفترة اللي أنا شغال عليها من 60 ل 70، مين الحد الأدنى؟ 60، والحد الأعلى 70، يبقى حتقول لي هنا 70 زائد يقل، قلنا الحد الأدنى برضو خلتني أكتب زائد أي الطول، يبقى هنا الحد الأدنى 60، الطول من 60 ل 70، الطول 10، أو قول 70 ناقص 60 شئت فقل، فتطلع 10 ضرب تفتح قوس هيك. طيب مجموع التكرارات على 2 هينا نجيبها في السؤال في المعطى أصلا، أو عفوا عشان قبل ما أبدأ في الحل لازم أكون جيبها، فطلعت 25، هذه مجموع التكرارات على 2 طلعت 25، فبحط في القوس 25 ناقص السي. إيش قلنا عنها؟ قلنا عنها الصاعد السابق، صح ذاكر؟ هاي الفترة اللي أنا شغال فيها، مين الصاعد السابق؟ اللي ها 12، هاي الصاعد السابق، فهتكون 25 ناقص 12 على التكرار الفئة نفسها، هاي الشغل اللي شغال عليه أنا، مين التكرار نفسه؟ 15، هاي التكرار اللي شغال عليه، مش قلنا على الفئة نفسها، على التكرار نفسه، هذا التكرار الصاعد السابق هاي 12، وعلى الأف كابيتال اللي هو الفئة نفسها تكرارها 15. هنا هتشتغل شغل آلي حاسبة، هتقول 70 زائد 10 في 25 ناقص 12 13 تقسيم 5 بتطلع معك في الآلي الحاسبة بالضبط، تطلع اللي هو يعني 8 من 10، 8 من 10 أو 6 و8 من 10. صليت على النبي. فالتلتعش على 15 تطلع معاك 8.6 من 10 أو 86% بالضبط زي هيك، فحتضرب 10 في 86% بيطلع 18.6 من 10. يبقى أنا خلصت من بين قوسين 25 ناقص 12 على 15 طلع 86%، بعدين ضربتها في العشرة فطلعت 18، هذه تمام 18، هذه 8.6 من 10 صارت 8.6 من 10 زائد 70، فبطلع عندك 8. تمام صليت على النبي.
احنا هنا ليش قلنا 70؟ الله يسامحك، مش انا قلنا 60 الحد الادنى؟ 60 الحد الادنى، هنا 60 صح؟ 60 الحد الادنى. ف60 زائد 8.6 من عشرة بيطلع 68.6 من عشرة. تمام، قاعدة 60 لأنه احنا قلنا حد أدنى. ماشي، ما تقوليش لخبطتني، الله يرضى عنك، لا لخبطتك ولا حاجة. احنا واحنا بننقلنا قلنا غلط، هذا حد أدنى 60، فبنزلها 60 زائد طول الفئة من 60 ل 70 عشرة ضرب، هفتح قوس، مجموع التكرات على 2 طلع 25 ناقص الصاعد السابق 12 ناقص 12 على التكرار نفسه تاع الفئة نفسها اللي أنا اخترتها طلع 15، وعلى الأقل حسب هذا كله بتجيبه طلع 68.6 من عشرة وهو المطلوب. وعلى العموم ما تقلق، المحاضرة القادمة حنبدأ في سؤال عن الوسط في هذا الكلام، فبدنا إياكم بس تراجعوا اللي هو مقاييس النزعة المركزية اللي هو الوسط والوسيط، حتى نبدأ بإذن الله المحاضرة القادمة بسؤال عن الوسيط ثم نختم المنوال. الله يعطيكم العافية، نسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي بكم بأقرب فرصة، ونعوذك اللهم أو نعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.